ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل
ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسكون ووجد من دونهم امرأتين تزودان قال ما خطبكما ووجد من دونهم امرأتين تزودان قال ما خطبكما قال ما خطبكما قال لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير فسقى لهما ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسكون ووجد من ووجد من دونهم امرأتين تزودان قال ما خطبكما قال ما خطبكما قال حتى يبدع الرعاء وأبونا شيخ كبير فستلهما فسكيلهما ثم توليه إلى الرجل فقال رب إني لما Thank you.
فإن أتممت عشرا
فمن عندك وما أريد أن أشق ستجدني إن شاء الله من الصالحين قال ذلك بيني وبينك أيما أجلين قضيت فلا قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي وذكر الله العلي العظيم.